وقع ممثلو شركات عالمية ومسؤولون كبار من شركة أرامكو السعودية صفقات تزيد قيمتها على 27 مليار دولار أمام الحضور في منتدى إقليم في الدمام وأقيم في الدمام. وقد تم توقيع الصفقات هذا الأسبوع في منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد اكتفاء، وتأتي في إطار حملة لتوسيع القاعدة الصناعية للمملكة وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محليا. في الماضي مشاريع جبارة، معظم المواد المستعملة كلها تجي من الخارج، قليل جدا كان بالنسبة للصناعيين المحليين. هذه المبادرة تشجيع الصناعات المحلية والخدمات المحلية لتكون جزء من أي مشروع يقام في المملكة. برنامج اكتفاء بدأ، هذه النسخة الرابعة منه، بدأ في عام 2015. قبل بداية البرنامج كان نسبة المحتوى المحلي ما يقارب 34%، اليوم ولله الحمد وصلت نسبة المحتوى المحلي إلى 51%، وإن شاء الله في طريقها إلى تحقيق 70% نسبة محتوى محلي في عام 2021.